هلا مثل ما احنا شايفين هاي المربيات، هذا طرميز المربى المشمش وهذا الدراء. طبعا في لسه طرميزين صغار هنيك، شفتوا كيف حطينا لهم شاشيه وبدنا نحطهم بالشمس يومين ثلاثه، وبعدين خلص بنحط لهم اغطيه ونضبهم مع المونه وصاروا جاهزين للاكل باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف التصوير؟ تمام يا شباب. هلا شو بدنا نشتغل؟ نحن بدنا نشتغل اليوم ان شاء الله عز وجل مربى المشمش ومربى الدراء. هلا شو اول خطوه بدنا نساويها؟ هدول كيليين مشمش وهدول كيليين دراء. اول شيء طبعا بدنا نغسلهم، انا جايب هون مي وجايب مصفايه. اول شيء بدنا نغسلهم، بعدين بدنا نفلقهم ونطالع منهم البذره، بعدين بدنا نغمرهم بنفس وزنه السكر. يعني كيليين مشمش قديش بدهم؟ كيليين سكر. يا جماعة كتير 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 سهلة صناعة المربيات، يعني لا تفكروها شغلة صعبة. تمام. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر انجز وعده والبشر واضحه معلنا. شايفين كيف يا جماعه؟ بدنا نطالع القلب تبع الدراء. يطلع منظر الدراء فرجي. طبعا هاي حبه عزبتنا انه صغيره. طبعا هي بس منك هاي حبه صغيره، في حبات شباب بصر. المهم حبتنا هذا الدراء كله بدنا نفلقه. شايفين كيف نطالع الحبه منه؟ والمشمش نفس الشيء طبعا، هاي بلش المشمش. بالنسبة للسكر يا جماعة، في ناس بتحب تحط مثلا نص كيلو، في ناس بتحب تحط ثلاث ارباع الكيلو للكيلو. بدي اعطيكم معلومة، هاي المربيات يلي بيعطيها الجمالية تبعها هو السكر. بس قللتوا السكر بتفقد الجمالية تبعها. شو بتفقد الجمالية؟ السكر هو اللي بيعطيها المنظر الحلو والجمالية. بنحط سكر وبنحط فوق منها حمض الليمون. يعني هدول الكيليين بدهم معلقتين كبار حمض الليمون. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. هي ايام قربنا نفوت مثل الحجة، أيام حج، أيام فضيلة ومباركة. الله يطعمنا ويطعمكم ونحج بيت الله إن شاء الله عز وجل. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلا نور وجلال يغشاها، يهرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعي لي. دعيلي يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة. يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة.
يا طالع على جبل الرحمة، يا نازل في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي. عشت أبو ظهر عشت الله على راسي. من راح الحب اشرب واسقيني، يا ساقي القوم خذ واعطيني. من راح الحب اشرب واسقيني، يا ساقي القوم خذ واعطيني. طيف المحبوب تقلل لعيني، يا عيني أسقى الصلاة عليه وسلام. سقى الله أياما يا عبد البر طيبة عشتها، وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا، ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. أديم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوا عليه. جايب الكاميرا ولا مو جايب الكاميرا؟ تمام الله يعطيك العافيه. منظر صبابه للاصطهاج يعني. انا بلش بالدوري طالع لك كم وحده بعدين وقف عشان زين السكر. هلا حنوقف تصوير، وقفها تصوير بس خلص من. شوفوا يا شباب، هلا انا فصفصت الدراق، هاي الدراق شايفينه، وفصفصت المشمش، هلا بدي اضيف سكر. تمام. اذا هاي الدراق وهي المشمش، هلا بدنا نضيف السكر. طبعا احنا هنضيف لبذر، هنضيف للمشمش بذر المشمش لانه طلع البذر تبعه حلو، بيطلع بيعطيه جماليه وبيعطيه نكهه. هلا عم نكسر البذر بدنا نضيفه على الدراق والمشمش. الله يعطيك العافيه ابو عدنان. هلا هاي الميزان صفرناه، يا رب. حطينا السكر، شوفوا يا شباب، هلا نحن هون ضفنا كيليين على المشمش، هذا طبعا بذر المشمش، وهون ضفنا كيليين على الدراق. تمام، كيليين بكيليين. ابي هات لي معلقة الله يرضى عليك. هلا هون يا شباب انا عاصرين ليمون، بدل حمض الليمون ليمون، شايفين الليمون؟ وهي فضينا الليمون، هون شوية ليمون وهون شوية ليمون. تمام. ويفضل تكتروا ليمون، انا هلا حزود كمان، ما عجبني هيك بدي احط اكثر. ابي اجيب لي المعلقه واجيب لي كاسه ليمون. يلا شايفين يا شباب، هي الدراق وهي المشمش، بنتركه لبكره. لامتى بنتركه؟ لبكره الى غد، يترك الى اليوم الثاني 24 ساعه ينقع في السكر. يا سلام. اذا يا شباب نحن هلا حطينا هون شويه ليمون، هذا الدراق شايفينه، هذا هلا يا جماعه السكر سبحان الله بيطبخه طبخ.
بدون قبل ما نحط له النار، قبل ما نحطه على النار السكر هو اللي بيطبخه. بكره بيكون السكر طابخه طبخ، سبحان الله. هي هذا المشمش. والسكر يا جماعه هو المسؤول عن الجمال، هو المسؤول عن جمال الماده. بس نقصت سكر بتطلع الطبخه مو حلوه بالمره. ابي جيب لي كاسه الليمون الثانيه ابي. يلا جيب لي كاسه الليمون. يلا ايه هلا بشحنوا. شوفوا هذا الدراء يا شباب وهذا المشمش، شايفين؟ بكره بتلاقوه شلون بصير كلياته مي، هذا السكر بصير مي وهذا السكر بيطبخ المشمش وبيطبخ الدراء، سبحان الله. وحساوي لكم ان شاء الله مربى فريز، ان شاء الله مربى باذنجان ومربى قرع. هذول كلهم انا كنت اشتغلهم، كنت بيعهم بمحلي بالشام. اذا هلا حطينا كيليين مشمش، كيليين سكر، كيليين دراء، كيليين سكر. طبعا انا عم بحكي عن الوزن قائم قبل الفصفصه، ما بنقص شيء كثير. المهم يعني هلا هذا هيك عياره. في ناس بتحط اقل، يلي بده يحط اقل بنقول له حط اقل بس تنقص من جماليه المربى. يلي بيعطيه جماليه للمشمش وللدراء ولكل انواع المربى هو السكر. وهي جبنا كاسه الليمون الثانيه لانه الليمون كثير مفيد لصناعه المربى. اذا هي كاسه الليمون الثانيه، كاسه الليمون الثانيه. شفتوا كيف؟ هي كاسه الليمون الثانيه ضفناها للدراء وللمشمش. عندكم لسه بزر؟ اذا في عندكم بزر هاتوا لنحطهم. هذول هلا بيدوبوا وبتجوا بكره بتلاقوهم عم يسبحوا سباحه بمي. هي المي بتكون فرزت من المشمش ومن الدراق. يعني معناتها السكر بيطبخهم طبخ، السكر بيطبخهم طبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم التالي كما نرى هاي طنجرة المشمش، طنجرة الدراق، وضعناهم على الغاز. الآن نشغل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. على نار هادئة، على نار هادئة. شايفين هاي المي اللي طلعت يا جماعة؟ هاي المي من المشمشة، ولا نقطة مي بنحط للمربى، ولا نقطة مي، لا نضع أي نقطة ماء، لا نضع أي نقطة، أي نقطة ماء، أي نقطة ماء. شايفين كيف؟ هاي المي من الدراء، هاي المي بتفرزها الفواكه بالتعامل مع السكر، سبحان الله. السكر بخليها تدوب وتصغر. شوفوا كيف حبة المشمش كشت طالعت المي اللي بقلبها كلها. نحاول هون هاي الجوانب ما نخلي عليها سكر لأنه هو سبب بصير بيعطي تسكر بعدين. ما بنخلي شيء، هذا كله بنروحه هون كمان، هذا اللي على الجوانب كله بنروحه. هلا بس حمي القطر ونصير ننزله كله، هذا ما بنخلي منه ولا ذرة. اللي على الجوانب شايفينه، هذا على الجوانب، هذا كله بده حق هيك. اعمل هيك حتى ينزل. هلا بطالع رغوة هون، هاي الرغوة منشيلها، وهون كمان بطالع رغوة منشيلها. بعدين بنعبيه في مطربة نار وبنحطه بالشمس، بنحط عليه شاشية، بنحط على الشاشية مطاطة وبندركه بالشمس يومين ثلاثة، بعدين بنغطيه. هون عندي مطربانات طبعا جاهزة، مطربانات شان المربى مجهزة، عرفت علي شلون؟ فبنحط المربى هون، نحط له مطاطة ونحطه بالشمس. هلا بس غلى، بنتركه يغلي تقريبا شي ربع ساعة
بس غلى. بعد الغليان نتركه ربع ساعة عم يتقلب النار، بعدين بنطفي عليه ونحطه بالشمس. ومثل ما قلت لكم هلا بس هلا بس عم استنى لي عقد بيصير اعمل له هيك على الداير، خلي هذا كله ينزل، هذا كله خليه ينزل، لانه هذا هو سبب التسكر اللي بصير بعدين. يعني شو معناته التسكر؟ انه يرجع يصير سكر. وفي ناس بتحط له شبه، طبعا اذا بدك تحط شبه هي شبه ما لها يعني منيحه طبيا، بس اكتريه المعامل بتحط شبه. بس انا لقلكم قديش تحطوا شبه، يعني هاي الطبخه شايفينها هي كلياتها بدها جرام شبه، وهي بدها جرام شبه. الشبه بتخلي هذا القطر ما يرجع يصير سكر بحياته، تمام؟ هاد بس ما بننصح فيها، طالما انت عم تشتغل لبيتك مو للتجاره فبلا لك اياها. خلص اغلي القطر، اغلي المربى، بعد ما تغلي حطه بالشمس وان شاء الله ما بيرجع بسكر. عرفت شلون؟ وفيك تضيف له ذره حمض الليمون، انا هلا حضيف له ذره حمض الليمون، يعني ما في، هي ما في لها داعي، انا حطيت ليمون بس احتياطا. هاي حمض الليمون. يعني هون درة وهون درة، مشان نحن شان شو؟ مشان عملية منع التسكر. شايفين هاي الرغوة هلا بتطلع، هي كلها من قشها هلا، بس عم استناها لتطلع الرغوة من قشها كلها. جبت سكين لننظف الداير. هاي الرغوة كلها بنحاول نشيلها. نتركها هلا، شايفين عم يستوي المربى 10 دقائق ونطفي عليها. مثل ما قلت لكم نشيل الرغوه بس الاولانيه البيضه، لانه ما بنضل نشيل هذا سكر، هذا هلا بيهدى. شفتوا علي شلون؟ بس بنشيل الرغوه تبع النزع وهذا هلا بيهدى، ونحاول مثل ما قلت لكم نجيب على الداير هيك هيك، نجيب على الداير، خلي هذا كل شيء على الداير مسكر ينزل ينطبخ عالداير. هاد نجيبه عالداير، ها ليش؟ عشان كل شيء عالداير ينزل ينطبخ.
أهم شغلة بدنا نحرص عليها أثناء العمل ما يجي على المربى مي، وأثناء التخزين، وأثناء وضعه بالقطرميز، نقطة مي بتخربه كله، بتكبوه، نقطة مي ما بصير تجي عليه. طبعاً هلا رح أعبي المربى هدول القطرميزات، بدنا نحرص على إنه ما يكون فيه شيء، أي شيء عم نستخدمه ملامسه المي، تمام؟ أي شيء بدنا نستخدمه شو بدنا نحرص؟ إنه ما يكون ملامسه المي، أهم شيء. عبيتهم طلعوا معي هاد الأطرميز وهاد. هلا بدي احط لهم شاشية وحطهم بالشمس. طبعا لسه بيروقوا وبيعطوا موديل احلى من هيك بمية مرة. تمام؟ شايفين يا جماعة؟ هلا بدنا نحط له الشاشية، جبنا الشاشية طبعا. هلا بنحط له الشاشية وبنحطه بالشمس. وهون بدنا نعبي الدراق. وهي هلا هاد حطينا له الشاشية بدنا نطلعه لفوق على الشمس. شايفين كيف حطينا له شاشية مطاطة، شاشية ومطاطة بدل الغطا عشان يتنفس، طالع لفوق على الشمس، خلي الشمس تضربه يومين ثلاثة. شايفين كيف هلا حطيناهم هون برا عشان تضربهم الشمس وتعقمهم لمدة يومين أو ثلاثة، ما بدنا بس يصل عليهم أي مي. نبهت أولادي كلهم ما يجيبوا عليهم نقطة مي. هذا المشمش وهذا الدراق. هلا مثل ما انا شايفين هاي المربيات، هذا اطرميز المربى المشمش وهذا الدراق. طبعا في لسه اطرميزين صغار هنيك، شفتوا كيف حطينا لهم شاشيه وبدنا نحطهم بالشمس يومين ثلاثه، وبعدين خلاص بنحط لهم اغطيه ونضبه مع المونه وصاروا جاهزين للاكل باذن الله تعالى.